السلام عليكم ورحمه الله، كي درتو بخير؟ لاباس عليكم؟ شحال هادي ما شفناكم. نرجعوا للاستئناف النشاط في هذه القناه هذه، وكما القاعده غادي نجاوب على واحد السؤال تطرح ديما في الاسئله، هو ان واش في الماكينه ديال المعن غساله الاواني واش نستعملوا المكعب اللي فيه 3 في 1 ولا نستعملوا المكعب العادي؟ لان شحال من وحده تتسول وتتقول لي راه المكعب اللي فيه 3 في 1 تيغني على الملحه وتيغني على الملمع وغير صابونيه واحده تتكفي كل شيء. هو سؤال مهم وتيطرحوا، خصنا نفريو هذه القضيه هذه، لان المتابعين ديال القناه ديالنا خصهم يكونوا عارفين هذه المساله هذه. هو ان الصابونيات كل صبينه تستعمل وحده، كل صبينه تستعمل وحده. فهذاك الكلام اللي تيقول لك اودي غادي نستعملوا صابونيه وحده وغادي تغنينا على الملمع وتغنينا على الملحه، ما يمكنش. دونك هذه القضيه هذه ما صحيحاش، وغادي نقول لكم علاش. باش قبل ما نشرح غادي ننصحكم بانكم تستعملوا كل صبينه غتستعملوا وحده، وغادي تستعملوا الملمع في بلاصتو وديروا الملحه بلاصتها، لان كل حاجه عندها الدور ديالها، وكل ماده في هذه المواد هذه تستعملها الماكينه في واحد الوقت معين خلال فتره التصبين. نعطيكم مثال، الملحه ما نقدروش نستغناو عليها بالنسبه للماكينه، لان الملحه هي اللي تتحافظ لكم على الماكينه وتتحافظ لكم على الجوده ديالها وتتحافظ لكم على القوات الجعاب ديالها اللي تيدوزوا الماء وتيدوزوا الصابون وتيدوزوا الماء سخون، وداك الشيء هي اللي تتحافظ لكم عليها، لان هي الملحه اصلا تتحارب الكالكير. الا ما كانش الملحه هذاك الجعاب كله غادي يتخنقوا بالكالكير، لان الماء تيطيب وراكم عارفوا بحال المقرشه، شرحت هذا الشيء، راه بحال المقرشه تيتكون هذاك دوك المواد الصلبه اللي تيكونوا في الماء مع الحراره تيتجمعوا تيسدوا لك هذوك العوينات ديال دوك الفرفارات والماء فيه ودوك الرشاشات اللي تيخرج منهم الماء سخون. هذه بالنسبه للماكينه. والماكينه والملحه عندها دور اخر كما قلت لكم، الملحه هي انها تتحيد هذوك المواد الصلبه اللي في الماء باش تخرج لكم الاواني صافيه ولامعه، لان الا ما كانش الملحه غادي تخرج الاواني كلها مضببه وفيها واحد الغبره ارض بيضاء، وهذيك الغبره ديال دوك المواد الصلبه اللي تيكونوا في وسط الماء. دوك هذه الملحه عندها جوج ادوار، دور ديال المحافظه والصيانه ديال الماكينه، والدور الثاني مهم بزاف هو اللمعان ديال الاواني تتخرجوا من الصين. دوك ما يمكنناش نستغناو على الملحه، هذه النقطه الاولى، وما يمكنناش نستغناو كذلك على الملمع، لان يعني الملمع فوق تستعملوا الماكينه، تستعملوا الماكينه في الاخر كاع فاش تبغي تسالي تبغي تشلل، دونك تتكون سالت من الصابونيه وسالت شلات التشليله الاولى، عاد تمشي تجبد الملمع باش دير التشليله الاخيره وتتلمع بها الاواني. دونك هاد الصابونيه الا كانت تروازونه ما يمكنش غدير هاد الادوار كاملين. ونجيو للدور ديال الصابونيه فاش نحطوها، هي اللي تتبدا بها الماكينه الضربه الاولى، هي العمليه الاولى هي ديال الصابونيه، هي انها تتعري الماكينه على ديك البلاصه وتضربها تذوبها وبها تتغسل الاواني في الضربه الاولى، لان هاد الصابونيه هادي تذوب وتدخل مع الماء وتيعطيوك داك الكشكوشه والروه، هي باش تصبن الماكينه الاواني الضربه الاولى عاد تتشلو مع تيدخل الملمع. دونك هذاك اللي قال بان صابونيه وحده تتغني على الملمع وتتغني على الملحه خاطئ 100%، لان الصابونيه عندها واحد الدور في واحد وقت معين، وعندها الملمع عنده الوقت ديالو معين، والملحه عندها ادوار ديالها اللي شرحت، لان حتى حاجه ما تتغني على حاجه. يعني ان كل صبينه خصك دير واحد المكعب ديال هذه، واحد الباستيه من هذه ديرها، وغادي تكون ديجا داير الملمع في هذيك ذاك الريزرفور ديالو يكون عامر حتى الفوم، الملحه كذلك تكون حاطه بلاصتها باش الماكينه هي تتعرف تتعامل. الضربه الاولى تتجبد الصابونيه تتشلل تتجبد الملمع تتلمع به عاد تتشلل عاد تخرج لكم المسائل. دوك 3 في 1 ما كايناش، استعملوا كل حاجه في وقتها واستعملوا الصابونيات باش ما تضيعوا فلوسكم على الخوا الخاوي وما يكونش عندكم واحد التصبين مزيان. دونك كل حاجه ديروا لها وقتها، الصابونيه شريو غير ديال الصابونيه عاديه، شريو الملمع عادي، شريو الملحه عاديه، كل شيء ديروه في بلاصتو، والماكينه عارفه اش تدير وعارفه كيفاش تتعامل مع هاد المواد هادو. تنتمنى تكونوا فهمتوني، وإلا عجبكم الفيديو ما ننصحكمش على الاشتراك والبارطاج، وتحياتي والى اللقاء.